السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة لحساء رائع لذيذ وصحي 100%. بالنسبة لهذه الوصفة للناس اللي ما عندهمش الدجاج، نقدروا نستغنوا على الدجاج لأنه درتها العام اللي فات، كنت درتها بالدجاج، وهذه المرة حبيت نديرها للناس اللي غير متوفر عندهم الدجاج. راح نعوضوها بمكون آخر واللي هو مكعب الماجي أو الجامبو. أنا هذه مصنوعة في المنزل. بالنسبة للمقادير، هنا عندي حبة تاع الكابويا حجم صغير، عندي هنا حبة بطاطا حجم كبير، حبة بصل حجم كبير، مكعب المهجي أو الجامبو، عندي هنا يا أوراق تاع الرند وشوية تاع زعترة، لأنه الأعشاب راح تعطيها ذوق ونكهة خاصة. وهنا عندي علبة تاع لاكخيم فخش دار 7000 بالطوش، متوفرة في المحلات. بالنسبة للتوابل البهارات، عندي ملح، فلفل أكحل، كركم، وفلفل عكري، واللي متوفر عنده الزنجبيل يقدر يضيف الزنجبيل. إذن نبدأ على بركة الله. بسم الله، أول شيء ندير 2 ملاعق في قدرة تكون واسعة. درت 2 ملاعق تاع الزيت، نضيف البصل. البصل هنا قطعو كيما تحبو، تحبو تسكتجو، تحبو تخلو هكذا، لأنه راح يترحى وما راحش يقعد هكذا. إذا نقلي البصل تاعي مليح حتى ندبل البصل. اللي عندها الدجاج ضيف الدجاج بعد ما تقلي البصل، اللي ما عندهاش ضيف مباشرة البطاطا. نحمص مليح، نقلي البطاطا مليح مع البصل، نقلي ونحمص مليح البطاطا مع البصل هكذا. نضيف التوابل، بعد ما قليت البصل مليح مع البطاطا، الآن راح نضيف الكابويا ونقليها كذلك مع البصل والبطاطا. من بعد نفتت الجامبو هكذا، نكمل نقلي مليح باش يدخل كامل هذاك الجامبو مع باقي المكونات. الان راح نمرق، ما نديرش بزاف تاع الماء، فقط حد ما تتغطى فقط الخضار. نضيف لها الاعشاب ونغلق عليها ونخلي الخضر تاعي يطيب. بعد ما طيب راح نتلاقاو فيما بعد، بقاو معنا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا، بعد ما طابت الخضار، الان راح نحي هذوك الاعشاب هكذا، نحيت هذيك الاعشاب. الان راح نضيف كريم فريش، نحرك مليح. الان راح نجيب الميكسور برا ونطحن مليح الخضار تاعي. هذا كيما راكم تلاحظوا الحساء تاعي هنا راهو عجب، زينتو بلا كريم فخيش. نتمنى الوصفه نالت الاعجاب تاعكم، والى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش علينا بجان، بارطاجيو الفيديو، شاركوا به الاصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.